السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا اليوم يا اخوان بدنا نصور لكم كلب الذيب. كثير بيطلبوا فيديوهات عن كلب الذيب، لكن يا اخوان في شغلة بدكم تتحملونا فيها. احنا في فصل الشتاء برد، يعني اسبوعين قعدنا اكلنا صقيع وبرد، وعنا يعني حاطين صبات وتدفئات للحيوانات، ويعني قصة. واحيانا الجو بيكون غير مناسب للتصوير، لكن راح نصور لكم كلب الذيب. لكن كلب الذيب له زمان ما طلع وما اخذ تمارين، راح نصور لكم اياه يعني بشكل عادي وهجوم وطبيعي. بالنسبه للتصوير يا اخوان، احنا دائما بنصور في افخم الكاميرات وما بنعز عليكم شيء، يعني بنشتري احنا الحمد لله ما بنعز على حالنا شيء. طبعا احنا كنا نستعمل هاي الكاميرا، اللي هاي الكاميرا اسمها دي 7500، يعني برضو كاميرا منيحة وفخمة. لكن انا جبت هاي الكاميرا، شايفين هاي سوني A7، برضو تصوير فخم وإشي مرتب، يعني منيحة للتصوير، يعني مش بطال. طبعا جبت لها انا ايد خصوصي برضو تشتغل على الكهرباء، راح نصور فيها. لكن تكون تعرفوا شغلة، احنا عندنا كاميرات مليان طيارات وكاميرات ومليان، لكن مش كل كنت تعرفوا شغلة، مش كل اشي بنفع نصوره بالكاميرات. في عندنا جوبرو 7، في نزلت الجوبرو 8 جديد راح نجيبها ان شاء الله. مش كل اشي بيزبط انه نصور بهاي الكاميرات. طبعا هاي كاميرات كيلو فخمة، وانا بفرجيكم فيديو كديش كسرنا كاميرات وكديش تكسر معنا كاميرات اثناء التصوير. في كاميرات تفتفتت معنا، فمنجيب الحمد لله يعني ما بنقصر معكم باي شيء. هل كنا بنصور كلب الذيب؟ صور لكم اياه. طبعا شوي بده تدريب، كلب الذيب له زمان ما طلعش. يا ذيب مجنون كلب الذيب، لما يشوفني مخه بطير من جد. شايفين هذا الكلب شطب ولا لحظة. انا بفرجيك اليوم يا انا يا انت. طبعا انا بقى شبك، انا جبتها من حياتي، بس انا تخوف. طبعا تصوير كلب الذيب راح نصوره هيك، يعني لانه بده لياقه، فاليوم راح نصوره يعني انه يهجم ويعض وشغلات زي هيك. تسلى معي على الكرسي ذيب. يا انا يا انت اليوم. قبل فتره عطني القفقاز فتح الباب، هاي المره الله يسلمك. لازم من جوا، انا بستعمل بس يا فرش، لازم هاي تكون جوا بس. خلص بديش ارد اشرح. صوت اسنانه، يبغى صوت اسنانه بكركش. اسمع صوت اسنانه.
أنا بخرجك يلا. افلت اياها واحد اثنين ثلاثة افلت والله لا فرجيك هذيب عضيت لك احسن جاكيت خلص يلا على القسيم نون ديب لا
يطلع يا حبيبي. عشان شتاء وبرد و... فالكلاب شوي لازم بالشتاء تضل في مكانها بالدفء. المرة الجاي بس ياخذ لياقة كلب الذيب في كلاب تانيات عندنا ويعني شرسات بنعمل فيديوهات عنهم. بس البرد خف شوي عندنا، احنا بفترة المربعانية يعني الحرارة بتوصل عندنا 5، من 5 ل 8 في النهار، 8 بالليل 5، برد برد.